هدفهم ايش كانوا؟ حتى ترجع العوائل ويستولون على النساء. كل ما نروح هناك آخر شهر يومياً تقريباً 5 من الأطفال كان يندفنون بذاك التراب من الحر، من الجوع، من العطل. أكو مثل يقول الجرح يوجع أهله. جانا الشدة باردة، كل شيء ما عندنا، كل شيء، لا شغل لا شيء، لو ما هينا يصدقون يعني ايش حالنا احنا؟ بلحظتها وراي هذا الكلام ورا 3 ساعات ايست. قبل صور ابو اهلي قدام بجد بصراحه.